تحية خاصة لولاد الشعب، حنا مضرورين، زادوا في السكر، زادوا في التيد، زادوا في المواد الغذائية كاملة. أنا كندير لا سيكيريتي، ما خليت حتى شي سيدي فين دفعت، لا في فاس ولا في أكادير ولا في جميع المدن، وها أنا باقي كندور على الخدمة وما غاديش نحبس، وربي كبير، وعاش الشعب وعاش الملك ونضال نضال مغربي. الناس كيطالبوا بالحقوق ديالهم مهضومين فيها بزاف بزاف. هاد المسؤولين خاصهم يديروا لنا شي حل، والمسؤول الكبير هو الملك، الملك هو اللي خاصو يورك عليهم وخاصهم يسمعوا ليه. داكشي اللي قال لهم ينفذوه هو راه كيقول، واني هما ما كينفذوش. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم، وعاش الملك وعاش الشعب، وتحية خاصة للناس ديال فاس ومن طنجة حتى للقويرة.